سمكة حارة طرابلسية بطريقة الشيف أحمد، ملح وزيت وبنشوي السمكات بالفرن. كوب طحينة وكوب ونص من المي، ملح، ربع معلقة صغيرة من الكمون، فلفل أسود، كزبرة، نص كوب عصير ليمون، ربع كوب زيت زيتون، بصل ناعمة، معلقة صغيرة ثوم، كاسة صغيرة فليفلة حمراء وخضراء، فلفل حار، كزبرة خضراء. استوت الخضرة، هلأ منضيف الطحينة. السمكات وزنه تقريبا 1.3 كيلو، نشيل فيليه السمك بهالطريقة ونرتبه بالصحن. رتبوه على شكل سمكية، هيدا فيليه من دون حسب، من سمكتين، وهيدا الجزء والرأس. صوص الطحينة، جوز، رايح الفلفل الحار. بتكون خلصت معنا السمكة الحارة طرابلسية على أصولها. بتاخدوا قطعة من الفيليه مع الجوز الطحينة والفلفل الحار، ودوقوا الطعم الرائع.